السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مشاهدي الكرام وإلى حضراتكم جولة إخبارية حول أنباء الأزهر ننقلها لكم من المركز الإعلامي للأزهر الشريف وبأهم وأبرز ما ورد فيها من عناوين نستهل نشرتنا. شيخ الأزهر، تكريم البرلمان المصري لطلاب الأزهر هو تكريم لأكثر من 2 مليون طالب وطالبة من طلاب الأزهر الشريف. سفير بنغلاديش بالقاهرة، الأزهر يمثل سماحة الإسلام ووسطيته في مواجهة الأفكار المتطرفة. وكيل الأزهر ومحافظ أسيوط يشهدان احتفالية مئوية معهد فؤاد الأول. قافلة السلام في كولومبيا تختتم فعالياتها وتبرز دور الأزهر ومجلس حكماء المسلمين في نشر السلام العالمي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن تكريم البرلمان المصري لطلاب الشهادات الأزهرية هو في الواقع تكريم لأكثر من 2 مليون طالب وطالبة بالأزهر الشريف في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وقرابة 400,000 طالب يدرسون بجامعة الأزهر. كما تقدم فضيلته باسم الأزهر وقيادته بخالص التهنئة للطلاب المتفوقين على ما حققوه من تفوق هذا العام، وأنه تفوق في منهج دراسي مثقل مزدوج إذا ما قيس بالمناهج الدراسية في التعليم غير الأزهري، معربا عن تمنياته بالتوفيق في الكليات التي سيختارونها. هذا وقد قرر فضيلته رفع قيمة المكافأة المالية للأول من كل شعبة بالثانوية الأزهرية إلى 20,000 جنيه. كما قرر فضيلته رحلة حج وعمرة لأولياء أمور الطلاب تقديرا لهم على دورهم في متابعة وحث أبنائهم على العلم والتفوق، كما قرر إعفاء الأوائل من مصروفات الدراسة بالأزهر. من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن تقدير المجلس للأزهر الشريف واعتزازه بدور فضيلة الإمام الأكبر في نشر الفكر المستنير ونشر الوسطية والعلم النافع ومواجهة الفكر المتطرف في شتى ربوع العالم. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر السيد محمد علي سركار سفير بنغلاديش الجديد لدى القاهرة. أكد فضيلة الإمام خلال اللقاء على أن الأزهر الشريف معني بأبناء المسلمين الدارسين في الأزهر الشريف، أن الأزهر يعول عليهم في نشر الفكر الوسطي بعد عودتهم إلى بلادهم، مبينا أن الأزهر على استعداد لتدريب أئمة بنغلاديش ضمن برنامج مكثف يتضمن كيفية مواجهة التحديات والقضايا المعاصرة. وقد قرر فضيلة الإمام الأكبر مضاعفة المنح المقدمة لطلاب بنغلاديش الراغبين في الدراسة في كليات الأزهر ومعاهده. من جانبه أعرب سفير بنغلاديش عن شكره الجزيل للأزهر على الجهود التي يبذلها من أجل الأمة الإسلامية، مؤكدا أن الأزهر يحظى بتقدير واحترام الشعب البنغلاديشي باعتباره المرجعية الإسلامية التي تمثل سماحة الإسلام ووسطيته في مواجهة الأفكار المتطرفة. قال فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف إن الاحتفال بمئوية معهد أسيوط الديني أو معهد فؤاد الأول هو خير دليل على دور الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها. وأشار وكيل الأزهر إلى استقبال الأزهر الشريف لأكثر من 40,000 دارس من 100 دولة عربية وأجنبية، وتفعيل قوافل السلام من شباب الأزهر إلى مختلف دول العالم لتصحيح المفاهيم والصورة المغلوطة عن الإسلام. من جهته بعث المهندس ياسر رسوقي محافظ أسيوط برسالة شكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأكد أن الأزهر قلعة علمية تعمل على نشر الوسطية وتعزيز القيم والأخلاق وحماية الشباب من التطرف وحماية الأسر المصرية وبث روح التسامح وحماية الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الأمة تواجه محاولات كثيرة لخطف الشباب وأن الأزهر يتصدى بقوة لهذه الهجمات الضاربة. جاء ذلك خلال حضوره احتفالية مرور 100 عام على إنشاء معهد فؤاد الأول بمحافظة أسيوط بحضور عدد من لفيف علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجلس النواب وممثلي الكنائس المصرية وبعض قيادات الجيش والشرطة بالمحافظة. وختاما، اختتمت قافلة السلام المفدى إلى كولومبيا من مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أعمالها اليوم السادس على التوالي.
حيث عقدت عدة اجتماعات للحديث حول الأنشطة والفعاليات التي قامت بها القافلة على مدار الأسبوع وما بذلته من جهود في تصحيح الصورة المغلوطة حول الإسلام وإبراز دور مؤسسة الأزهر ومجلس حكماء المسلمين في خدمة السلام العالمي. جدير بالذكر أن هذه القافلة تأتي ضمن مشروع قوافل السلام التي يطلقها الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين إلى مختلف دول العالم. ختام نشرتنا وهذا أبرز ما فيها. شيخ الأزهر: تكريم البرلمان المصري لطلاب الأزهر هو تكريم لأكثر من 2 مليون طالب وطالبة من طلاب الأزهر الشريف. سفير بنغلاديش بالقاهرة: الأزهر يمثل سماحة الإسلام ووسطيته في مواجهة الأفكار المتطرفة. وكيل الأزهر ومحافظ أسيوط يشهدان احتفالية مئوية معهد فؤاد الأول. قافلة السلام في كولومبيا تختتم فعالياتها وتبرز دور الأزهر ومجلس حكماء المسلمين في نشر السلام العالمي. بهذا القدر نصل مشاهدي الكرام وإياكم إلى ختام جولتنا الإخبارية، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.azhar.eg، كما يمكنكم متابعة صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. حتى الملتقى، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.